أعزائي مشاهدي جمهورية أولاين والمساء، معاكم عبد الله عبد ربه في لايف جديد ومع كوكسال المصري. هيعلم ازاي كوكسال التركي ازاي يتعامل مع الجمهور في طريقه كده كده واحنا ماشيين معاه. السلام عليكم. عامل ايه؟ عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ كويس والله. تتعامل مع جمهورك ازاي؟ انا بحبهم جدا جدا وعادي بتبسط جدا جدا لما حد يوقفني ويصور معايا، بتبسط بصور معايا عادي وحلو يعني. بتتعامل معاهم بتواضع طبعا؟ اه متواضع، وبنزل الشارع عادي وبسلم على الناس عادي وبمشي وسط الناس عادي، وبحبهم جدا جدا عادي. بحبهم او الناس لما بتقابلك بتكلمك ازاي وتتعامل معاك ازاي؟ بتكلمني بتقول لي كمل، اعمل فيديوهات، تعمل صور عادي وبتاع عادي. انا فرحان جدا جدا عادي. عاوزينك تقول لجمهورك انتظروني في الجمهوريه اونلاين عشان اعرف التركي ازاي يتعامل مع جمهوره. يلا انا بحب جمهوري قوي قوي، انا بحبهم. انتظروني اوريكم مع جمهوركم يا تركي. يا تركي انتظروني في جمهوريه اونلاين. اونلاين الجمهوره اونلاين، بحبهم جدا جدا. وانتظروني مع اللايف ماشي، انتظروني. انا راجع تاني معاكم، بحبهم جدا جدا جدا. بحبهم. اعزائي متابعين الجمهوريه اولون والمساء، احنا معاكم مستمرين وهنكمل معاكم في طريقنا واحنا ماشيين دلوقتي، ومعانا كوكسال المصري. وانتظرونا في لايف جديد في خلال دقايق هنبقى معاكم ان شاء الله. انت عاوز تقول ايه تاني قبل ما نقفل اللايف ده عشان نفتح اللايف الجديد؟ عاوز تقول ايه تاني بقى؟ تقدم تحيه لمين انت؟ بحب جدا جدا سيد اسلام البراد، بحبه جدا جدا جدا. ماشي يا عم، انتظرونا يا مشاهدي ومتابعي الجمهوريه اونلاين في لايف اخر خلال دقائق. احمد فارس الملقب بكوكسال المصري هيوري كوكسال التركي كيفيه التعامل مع الجمهور، وبيقول ان هو لا بيرمي معالي ولا بيرمي شوك ولا بيرمي السكاكين ولا بيضرب جمهوره بالاقلام، وبيتصور مع الكل زي ما حضراتكم شايفين اهوت في الشارع مع ترندات مصر في الشارع بيتصور معانا. برضو حماده السجينه اهوت، والاستاذ سامي حموده اخو وشقيق المطرب عباسة حموده، قمه في التواضع والاخلاق طبعا. والمنتج الكبير اسلام البراء هو ده يا جماعه كوكسال المصري، واقف في الشارع في فيصل بيتصور مع الناس كلها، مع ان هو دلوقتي المفروض ان احنا طالعين بلايف تاني في مكان تاني وعاملين مفاجاه كبيره. هنوري العالم كله ازاي كوكسال المصري بيتعامل مع الجمهور. انتظرونا خلال دقائق مع كوكسال المصري احمد فارس، قنبلة مصر اللي هترد على العالم كله في كيفية التعامل والتواضع مع الجمهور. شكرا مشاهدي ومتابعي الجمهورية اونلاين والمساء.